كويس. منتابع سوا حلقة اليوم من أنامل. بدي أشكر كل يلي عم بيتابعونا من خلال أثير إذاعة على موجة 93.3 أف أم ومن خلال صفحتي على فيسبوك. شكرا لكل اللي عم بيتابعوني. تحياتي أيضا لغنوة تيماني، شكرا لك وشكرا على المتابعة. إلى نشاط جديد من علي، ننتقل على بيروت على جاليري إكزود تحديدا بالأشرفية، يلي عم يستقبل سولو إكزيبيشن للفنانة التشكيلية رندا رحيل دي شادا رافيان. إن شاء الله أكون قلت العيلة صح. المعرض بعنوان أورينتال سول. رندا أهلا وسهلا فيك معنا. رح نحكي عن معرضك، ولكن بالبداية بهمنا أنه نعرف عنك أكثر. طبعاً لوحاتك بتحكي عنك لا شك، ومسيرة الفنان وكل أعماله الفنية ونتاجه بيحكوا يمكن بأدق التفاصيل عن المراحل يلي مرق فيها، ولكن بيبقى الفنان قادر يحكي عن حاله أكثر. خبرينا. أنا درست بالقلبة وعلمت بالقلبة وطول عمري بعشق الفن وحبيت كفي بهالمسيرة يعني، وعطيت دروس بالفن أكيد وعملت معارض، وفي فترة قصيرة وقفت فيها لأنه الظروف وعدة أشياء، وبعدين رجعت عن أول وجديد، وهلأ عم بشتغل كتير كتير بالإنك يعني الحبر، حبر الحبر الأسود وبحبر ملون. رح نحكي ليش الحبر، رح نحكي عن التقنية يلي تستخدميها بالصناعة اللوحة، ولكن هون السؤال انطلاقا من حديثك، وين الصعوبة أكبر، الانطلاقة بالبداية أو الرجع على الرسم؟ لا ما وقفت رسم، بس وقفت نشاطات ببليك يعني أنه، بس ما وقفت كرسم ابدا ابدا ولا مره ولا باي وقت، بس وقفت معارض، وقفت هيك اشياء. كنت اعمل معارض ارتيزانال اكثر لان اشتغل اشياء يدويه اكثر، وقفت فتره هاللوحات وهيك قصص. لا ما في صعوبه طالما الواحد ضله بالمجال وبيضله غاطس فيه، ما في صعوبه لانه ما في توقيف الصعوبه تبعدي فاذا عن الرسم بتلاقيها هيدي الصعوبة، يعني أنت قادرة بمرحلة أنك تبعدي عن عن الريشة، عن الفرشة، عن الألوان؟ أبداً أبداً، لأنه هيدي طريقة الواحد يعبر فيها، تنفيسي من نوع من التنفيسي كمان، أن الواحد يقدر يعبر باللوين. في شغلة أنه أنا بعشق اللوين، بعشق البلد والموسيقى والرسم وكل شيء، مش هيك حبيت بهالمعرض أنه عبر عن هالمواضيع يلي هي اللوين والموسيقى، لأن في كتير رقصات بحس أنه الرقص هو روح الشخص، يعني الموسيقى كأنه عم بدأ على روحه لهالشخص، بقى مش هيك حبيت عبر باللوين كمان بكتير من اللوين. ليش اخترت الرسم بالحبر تحديدا؟ ما بعرف، هذا مجال دخلت فيه، أنا عملت كتير، عملت زيت، عملت أكريليك، رسمت بكل أنواع الرسم، حتى عملت حرير، بس حبيت الإنك لأنه ما فيه غلط، ما فيك تغلطي، وبعدين فيك تعبري. يعني أنا بشخصياً ما برسم قبل ما لون، أو ما برسم بالقلم قصدي، دغري بروح على الحبر. مشان هيك حبيته لأنه فيه عفوية، فيه عفوية وفيه شفافية كمان، بس فيه دقة، دقة كتير، وأنا عايزة هالدقة لأنه بتريحني. بس ما بين الدقة والعفوية يمكن هيدا الخيط الرفيع، كيف بتحافظي عليه؟ لا بحافظ عليه لأنه الرسمة عم تجي مثل ما هي، مش أنا يعني ما عم بحضرها عن قبل، دونك في العفوية، وبذات الوقت في دقة أكيد. أنا بدي أرسم رسمة شو ما كانت بدها شوية دقة أكيد. لا بحافظ عليه. نعم. ما بين الحبر الأسود والحبر الملون، على أي أساس بتختاري الألوانك؟ هلا مثلا وقت برسم رقصات حسبي بحط كتير الوان لانه بحب اعبر كانه هالموسيقى عم تدخل بهاللوحه. وقت برسم اشياء مثلا نسوان بين زهور ولا ام، لانه عندي كمان كتير عم بعبر كتير عن الامومه ببعض من اللوحات، كمان بحب الاسود الابيض لانه بدي انه ينشف روح الشغله، ما بدي انه الوان تخبي
الموضوع. هيك بيقولوا وقتها نصور حتى بالألوان بنكون عم نصور يمكن مشهد كامل، عم نصور أزياء، عم نصور لحظات، ولكن لما نستخدم الأبيض والأسود إن كان بالصورة أو بالرسم بنكون عم نصور الروح. فقديه حكيك عن جد بيكون عم يعني دايما يمكن الفنانين عندهم نفس النظرة أو نظرة قريبة، لأنهم دايما عندكم هذا المنطق اللي بيفوت دغري على الإحساس، لهيك يمكن المركز التقل بحياتكم هو الإحساس. مظبوط. قادر إحساسك أنه يحسن حاله تجاه أي شيء ممكن يجي من برا يعكر الصفة شوية اللي ببالك؟ هو إذا في شيء بيعكر وقت بتصير قدام اللوحة ولا الورقة أو قدام اللوان، هيدي الطريقة يلي كل شيء تعكر فيك يقدر تحطيه وراك. هاي هي الطريقة، لأنه خلص بتصير قدام شيء جواتك وبدك تظهري. نعم. ما بقى تفكري بهالأشياء اللي زعجتك، وإذا كتير مزعوجة تحطيهم على اللوحة، تحطيهم فرح فرح دايما. لوحاتك رسائل فرح فرح. أورينتال سول يعني عم نحكي عن روحية شرقية، عم نحكي عن مد جسر يمكن ما بين الحاضر اليوم والتراث والأصالة. هل هو رسالة تذكير يمكن للجيل يلي صار نوعا ما بعيد عن هيدي الأسس، عن هيدا الميراث الكبير يلي ورثناه ومع الأسف صار عم بيروح شوي نحن ضياع؟ بتعرفي أنا بقول أنه عنا جذور، ومهما جربنا نهرب من جذورنا ما فينا نهرب. ما فينا نهرب، وهالشي حكيت منه داخل فينا، إن كان نوع الموسيقى ولا إن كان نوع الفن ولا إن كان نوع التعبير، كله داخل فينا مجبورين نعبر فيه. ما فينا نهرب شو عن شو نحنا، حتى لو جربنا نروح صوب الأشياء الأوروبية بدنا نرجع، ردنا ولا ما ردنا هالجذور موجودة حتى لو رحنا لأخذ الدنيا. بقى مش هيك أنا بقول أنه ما بعرف إذا رح جاوب مزبوط عن سؤالك، بلكي رحت غير محل، بس مش هيك أنا بقول أنه الطريقة الواحد بيعبر فيها عن هالأشياء بيعطي روح لهالأشياء، وبيجوز كمان بيلفت نظر أنه لازم نبقى ما نبتعد كتير. هلا ما ضروري نضلنا غطسين، بس انه ما نبتعد كتير عن شو نحنا. قلتي عن لوحتك انه فيها بعض الالوان وكأنه الموسيقى عم تدخل لاجزاء، يمكن بالوانك عبرتي وطبعا بالخطوط والحركه صار في ايقاع معين باللوحه. الموسيقى كانت شرقيه طبيعي، ولو اي عصور امتدت يعني لما تكوني عم ترسمي وعم تتخيلي الموسيقى الشرقية والتخت الشرقي والمقامات والعود صوب وين بتروحي؟ صوب يمكن تسترجعي أغنية لمين، تسترجعي صوت مين، تسترجعي أي لحن؟ بتعرفي ما كتير بتأثر، أكيد هلأ واحد بيتأثر للصوت، الأصوات القديمة اللي كنا نسمعها أكتر من الأصوات الحاضرة يعني طبيعي، والغنين القديمة أكتر من الغنين الحاضرة، مع أنه في إشي حلو الواحد ما بيقدر يقول، بس بتأثر أكتر ب كيف بدي أقول لك بإنسترومان بآلة أكتر ما بتأثر بصوت. هي الآلات اللي بتأثر فيه، طريقة دق على العود، طريقة هالأشياء، هالآلات يلي إلها ارتباط يمكن بالمزاج الشرقي، هي اللي بتأثر فيه أنا وعم برسم أكتر من صوت ولا موسيقى بالحاضر أو حيلا. المعرض من 5 تموز لغاية 12 لغاية 16 رح يمدد المعرض، فإذا خبرينا أكثر عن التفاعل الناس مع اللوحات، عن التوقعات، عن القلق يلي كان قبل المعرض يلي يمكن بعده مرفقك لهلأ. لكن كان عندي قلق لأن شال نوع جديد من الرسم، ما كتير في ناس عم بيعملوا، في كتير ناس بيعملوا حبر أكيد، في كتير ناس بيعملوا، بس هالنوع هيدا كان عندي قلق انه الناس بلكي ما يتقبلوا، ولا لان الناس هلا اليوم رايحه اكثر صوب لوحات كثير كبيره ابستري وهيك قصص، انا رايحه كثير بالتفاصيل ما في ابستري ابدا. نعم. بقى كان عندي اكيد شويه قلق، بس لا كان حضور حلو والتقبل كثير حلو، الناس كثير جاوبت وحبت هالنوع الجديد وهالشيء انبسطت فيه اكيد. لوحاتك منا أسيدة مدرسة تشكيلية معينة، رغم خبرتك طبعا بكل أكيد. المدارس التشكيلية قدي مهم للفنان أنه يبقى نوعا ما حر؟ بتعرفي ما فيني أقول، أنه حسب، في فنانين أحرار وفي فنانين بيحبوا يرجعوا يكفوا مدرسة ولا، بس أنا
بفتكر أنه إذا الفنان حر هو حر أكتر بنفسه ومبسوط أكتر بحريته، بتصور يعني، لأنه هالحرية بتعطي خيال أكتر، بتعطي تعبير أكتر، بتعطي مجالات أكبر، لأن بصير روح عم طارح بلكي هو مش متصورة كمان. رندا رحايل، إذا بدنا نحكي شوي عن المدارس التشكيلية، دايما في ألف ب، دايما في ضوابط، ولكن مع الفوضى والعبثية يمكن يعني اللي عم يجتاحوا الساحة التشكيلية صار في تفلت نوعا ما من الضوابط يلي ضمن المدارس التشكيلية. طبعا انطلاقا من خبرتك ومن تعليمك وأيضا من رسالتك التعليمية، وكيف فينا نضبط الفنانين ما بيتأيدوا بالمدرسة معينة؟ بتعرفي أنا بلاقي هلأ كتير صعبة، لأنه هلأ المادة طايغي على كل شيء. يعني اليوم في عندي كتير فنانين، ما عم بعني حدا أكيد، بس عندك فنانين المادة طارية عليهم، يعني هممهم يبيعوا لوحة شو ما كانت هاللوحة، يعني بيعملوا لك بلكي لوحة بساعة أو ساعتين وبيبيعوها لأنه أبستري وشي روعة وشي يلا. هلا القلق أبستري بجنن، خاصة إذا مدروس مزبوط، بس صار في كتير المادة عم تطغي على الفن، وهالشي أنا بلاقيه كتير مؤسف يعني. ومش البعض ببرر على مش هيك هلا مرقين بفترة بلكي منقطع، بس هلا فترة فيها كتير المادة طاغية على كل شيء، على كتير من المجالات، مش بس الرسم، إن كان الموسيقى، إن كان كتير المجالات، هي المادة اللي عم تطغي، ما كان في بالماضي ما كان فيها هالشيء. لما نحكي عن لوحة نحكي عن عدة عناصر، نحكي عن عدة تفاصيل مرتبطة فيها، مثلا حجم اللوحات. هل في حجم موحد لكل اللوحات اللي رسمتيها أو كان في قياسات مختلفة؟ وقت بشتري الحبر مجبورة صغير لأنه هو ورق خصوصي. نعم. صحة. ما فيني روح على قياسات كتير كتير كبيرة، لأنه صعب بعدين للتبروز بس وقت عم بشتري، وقت عم بشتغل أكريليك لا فيني روح قد ما فيني على لوحات كبيرة، وعم بشتغل لوحات كبيرة بالأكريليك، بس الحبر بيحدد لي شوي من كبر اللوحة. يعني شو خصوصية مادة الحبر بالشغل؟ يعني حتى إذا مرق عليها وقت كيف هي بحاجة لأنها تترمم؟ لا لا أبدا أبدا، في نوع حبر ما بيعوز شيء، بيضلوا أبدا. لا ما أنا عايزة تترمم ولا شيء، ونوع الشغل فيها دقتها، يعني ما فيك تغلطي، إذا غلطتي خلاص أنه راحت لوحدك بدك تعمل غيرها يعني. بس ونوع الورق وشفافية، فيها شفافية بالشغل، لأن فيك الوين تعمليهم كيف بيقولوا أوباك، وفيك تعمليهم ترانسبيرون يعني حسب شو حابة تشتغلي. نعم. نوع الورق يلي تستخدميه كمان مثل ما قلتي ورق خاص بالحبر، كيف بيكون هيدا؟ بيكون أسماك، بيكون ورق أسميك كرتونية يعني شوي، وهي هي خصوصيته يعني، أنا ما في غير شيء. عم جرب استفيد اكثر ما في من خبرتك، لانه صراحه هيدا اول فنان بيمرق معنا بيرسم بماده الحبر. وشو الادوات اللي بتستخدميها اثناء الرسم؟ يا ريشه بدك تقولي مثل ايام زمان هالريش، يا باسو، يا مرات بستعمل الروتلينج اللي بيستعملوا الارشيتكت وهولي بالرسمات، وهي يعني مبدئيا هول هني، بس اكثر شيء الريشه والبنسو. نعم. ريشه قصدي ريشه يعني مثل ايام زمان اللي كانوا يكتبوا فيها. هالقد دقيقه هالقد دقيقه. رندا رحيل، اي متى بتكوني راضيه 100% عن لوحتك؟ تبعدي عنها بتشوفيها بتطلعي فيها بعين الفنان، قادره تفصلي حالك بالاول عن لوحتك، تطلعي فيها بعين في اوقات بقدر بتطلع هيك متلقي، يا مرات بقولي انا طلع مني هالشيء بستغرب، ومرات بقول لا هيدا مش خارج عن جد، انه بقدر اعمل احسن من هيك، وبرجع لحد ما اوصل للي انا بيرضيني. ايه بقدر ببعد عنها قد ما فيي، بتركها بنساها برجع بجي بعد ساعه ساعتين او تاني يوم او، وبتطلع بشوف بنتقد كانه مش انا. ايه بقدر اعمل هالشي. ومين جمهورك الاول؟ اكيد عائلتي، جوزي وولادي اول شيء. هني كمان مرات بنتك موجوده معنا كمان، تحياتنا لها.
إيه لا، أول شيء أول جمهور لي أكيد، وكتير مرات بيقولوا لي هاي روعة، ولا هاي لا، ولا وأنت بتعملي أحسن من هيك، ولا إنه بتعرفي كل واحد عنده نظر وكل واحد. أكيد في دائما أسئلة بتنطرح من قبل المتلقي، يعني دائما باللوحات التشكيلية بيوقف الجمهور قدام اللوحة، يمكن أول سؤال بيسأله للفنان شو قصدك؟ قديه بتعرفي انه لوحتك؟ ما بقى يسالوا كثير هالسؤال، صايرين يسالوا قد ايه اخذت وقت، لا عن جد يعني غاصوا بتفاصيل أعمق. قد ايه اخذت وقت وهيك، انه عرفتي وليه سميتيها هيك. الوقت انا عن جد ما فيني اقول، لانه كثير مرات الوقت بيكون سرقه، انه هلا عندي 5 ساعة، عندي 10 ساعة، عندي ساعه، عندي ساعتين بركض برسم فيهم، دونك ما فيني اقول انه هي اخذت معي، ما بقيد الوقت، ما فيني اقول هي اخذت معي جمعه ولا جمعتين ولا شهر ولا ساعه، مهم رسمتيها بإحساس كبير. هي وحسب الوقت اللي معطى الي، عرفتي؟ منه بس كرؤية بصرية لوحتك تتحمل عدة قراءات أو لوحة مفهومة شفافة؟ في منهم بلا بيتحملوا عدة قراءات، وفي منهم واضحين ماكسيموم، مثلا الرقصات اللي عملتهم بيرقصوا شرقي، هو اللي ما بدهم قراءة، يعني مبين اللون وعم بيرقصوا، وفي موجود العود وموجود، هو ما بدهم قراءات، بس في منهم بلا يلي موجودة، مثلا الأم مع البيبي مع حضن ابنها، في منهم ايه، في منهم واضحين. إذا عم نرسم أكريليك أو ألوان زيتية بيتغير نفسك بالرسم؟ أكريليك أكيد، بكل كل مادة بتاخدي منها مادة أنت؟ بتختلف طريقة التعبير فيها، يعني ما فيني أعبر مثلا بالأكريليك أو الزيت للطريقة اللي بعبر فيها بالحبر، بتتغير موضوعاتك كمان؟ بتتغير أكيد ما كتير، حسب، في منهم إيه أكيد في مرات بتتغير كتير، ومرات برجع بجرب أخذ زيت الموضوع على الأكريليك وعلى الزيت، بس مش زيت طريقة التعبير، ما فيك تعبر بزيت الطريقة. أي مادة نطاقها أوسع للتعبير؟ يعني بالنسبة لإلك انطلاقا من خبرتك مع هالمواد، يعني وين بتلاقي حالك أكثر؟ مع انه الحبر اصغر عم بيعطيني مجال اكبر، اي مع انه القياسات اصغر كتير، عندك اكريليك فيك تعملي لوحه مترين بمتر جداري اللي أكيد. بدك وتحطي فيها اللي بدك، بس الحبر عم بيعطيني مجال اكثر، لانه فيه دقه وتفاصيل اكثر، عم بيعطيني مجال تعبير اكثر بمسافه اصغر. وقبل وبعد دايما بنسأل، يمكن من معرض لمعرض من لوحة للوحة بيتطور شيء عند الفنان، بيكتسب تقنية، أكيد بيكتسب أكيد يمكن أكيد، نظرة لأنه الحياة جديدة. خبرة دايمة، يعني أنا بقول اللي بقول وصل يعني خلصت حياته، ما بتوصلي ما بتوصلي، بضلك تكتشفي أشياء جديدة، مواد جديدة، طريقة جديدة للتعبير، وهذا اللي بيبسط، وهذا اللي بيعطي روح لكل شيء بتعمليه، لأنه بضلك بشغل دايم. بس كيف علاقتك مع القديم بهيك حالة؟ يعني كيف علاقتك مع اللوحات يلي يمكن هلأ بتشوفي انك انت لا مش راضي عنها ابدا؟ انه ايه ما بطلع فيها بزيت الطريقة، معك حق، بحس انه وقتها بلكي كان فيني اعمل احسن، بلكي كان فيني اعمل اكتر او غير شيء، ايه بتتغير، كل شيء بيتغير. لو ما انت فنانة كان فيك تعملي غير شيء بالحياة؟ لا ابدا ابدا، انا بعتبر انه هي نعمة من الله انه عم بقدر اعمل هالشي، نعمة. غادة سألتها، كانت قبلك غادة آغا، إذا الفن متنفس أو هواية أو مهنة، بسألك نفس السؤال، انه هواية مهنتك؟ ولا مهنة، انا بلاقي طريقة تعبير مثل بيكتب كتاب ولا بيكتب شعر، ولا ما بيقدر يكون مهنة، ودي بيصير مهنة دغري رحتي على المادة، وطالما دخلت المادة كتير بالفن يعني ابتعدت عن الفن. لا انا بعتبره نمط حياة، اذا بدي طريقة حياة، طريقة عيش، طريقة مثل ما بتتنفسي وبتاكلي، بدي ارسم إن شاء الله تنتقل العدوى لكل اللبنانيين ويصير الفن عنده نمط حياة. إن شاء شوفي الله. قديش بتصير الدنيا بألف خير. إذا معرضك رندا رحي الشادا ريفيان مستمر لغاية 16 تموز بجاليري إكزود بالأشرفية تحت عنوان أورينتال سول. بدي بارك لك على المعرض وأشكر ميرسي، حضورك معنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا، ميرسي كثير. حلقتنا وصلت لختامها، شكرا لكريم بوجبراي اللي رافقني على الهندسة الإذاعية، وشكرا لكل يلي تابعوني. بلتقي فيكم الأسبوع المقبل، من هلأ لوقت تضلوا بخير. أنامل عبر صوتي.